معنا من لندن المتخصص في الشؤون البريطانية الدكتور فؤاد عبد الرازق. أهلا بدكتور فؤاد معي مجددا على سكاي نيوز عربية. دكتور فؤاد، يبدو أن كل المقاربات البريطانية فشلت في وقف هذه الهجرة غير الشرعية، هي الآن تريد الذهاب إلى دول التصدير بحد ذاتها في القارة الإفريقية. إلى أي مدى هناك تحديات في الوصول إلى هذا؟ إلى أي مدى أيضا بريطانيا مهددة لخطر حقيقي إذا لم تستطع التوصل إلى اتفاقات مع هذه الدول؟ مرحبا أستاذ ماجد. بالفعل مشكلة الهجرة بالنسبة لبريطانيا مشكلة مؤرقة للغاية. هذه المقاربة، وأقول إنها مقاربة جديدة قديمة، بمعنى الوصول إلى المنبع ووأد هذه الظاهرة في مهدها قبل أن تصل إلى أوروبا. يبدو أن هذا الموضوع قد جرب من قبل لعله مع ليبيا، ولكن النتائج المرجوة منه لم تكن كبيرة. هذه المقاربة هذه المرة توفر نوعا من المساعدات لهذه الدول بغية تفكيك هذه العصابات التي تهاجر بهؤلاء اللاجئين، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، وهو التركيز هنا على الهجرة غير الشرعية. المعول هنا هو وقوف هذه الدول التي تعتبر دول التصدير لهؤلاء المهاجرين، والتواصل إلى اتفاقيات معينة، والتواصل بالتالي إلى نتائج ملموسة. وهنا جاءت يعني زيارة الوزير البريطاني لهذه الدول. من أهم هذه الدول تعتبر تونس وليبيا في هذا المجال، لأنها الدول بالفعل مصدرة لهذا النوع من الهجرة. هذه المقاربة أيضا يعني تشكل اهتماما كبيرا في فكر رئيس الوزراء سوناك، خاصة وأنه في الحملة الانتخابية وعد بتخفيض أعداد المهاجرين، لكنه لم يقحم نفسه في تحديد عدد معين، وقال أنه سيلتزم بالعدد الذي ورثه عن رئيس الوزراء السابق، وحوالي نصف مليون. فمن هنا يعني تأتي هذه المقاربة شبه الأمنية من جانب الوزير البريطاني ومن جانب ريشي سوناك. تفضل. يعني دكتور فؤاد، تحديات أمنية هي موجودة في ليبيا وفي تونس وغيرها من الدول، حتى الجانب الإيطالي فشل في إيقاف هذه الهجرات غير الشرعية وقوارب الموت وكثير من التجار في هذا الإطار. ما الذي ممكن أن تضيفه بريطانيا هنا؟ هي تتعرض لها يعني ضعف اقتصادي كبير، ما الذي ستضيفه لهذه الدول يعني؟ ستضيف المعونات، المساعدات، المعلومات، وأيضا الحصول منها على معلومات عن هؤلاء النوعية من مهربي البشر، بحيث تتعامل معهم حتى لدى وصولهم إلى بريطانيا. المشكلة أكبر حقيقة من هذه الدول كما قلتم، حتى إيطاليا وغيرها، لم تستطع أن يعني تعالج هذه الظاهرة بشكل كبير. الجديد في الموقف البريطاني هو وصولها إلى هذه الدول المنبع بدل التصدي لها عند وصولهم مثلا إلى فرنسا، بل إنها دفعت مبالغ كبيرة لفرنسا كي توقف التحد من وصول هؤلاء إلى بريطانيا. فأيضا هذه محاولات لمعالجة المشكلة. الرؤساء الوزراء السابقين فشلوا أيضا في هذه النوع، ولكنها قضية كبيرة جدا، ليس فقط في بريطانيا ولكن في جميع دول أوروبا، قضية الهجرة. المشكلة هنا أيضا أن بعض الدول التي يوجد بها مهاجرون ربما تتاجر بهذه الدول سياسيا. لاحظنا ذلك في بعض الأوقات، تهديد من دول حتى مثل تركيا بأن أوروبا إذا لم تستجب لنوع من المطالب سيرسل هؤلاء المهاجرين ليملأوا الحدود وتشكل مشكلة كبيرة للدول الأوروبية. هنا يجب أن تتوفر الإرادة السياسية، أيضا يعني بعث أموال للدول التي تصدر دون رقابة ودون تحديد مهام محددة لهذه الظاهرة، هو الجانب البريطاني الذي يجب أن يعمل عليه. هناك أيضا أذكر حضرتك بالقانون المطروح أو شبه يعني مشوار قانون المطروح أمام مجلس اللوردات، هو بتعرض لهؤلاء واعتقالهم وبل ترحيلهم إلى رواندا. هنا تدخل المعارضة، تصف هذه الخطة الجديدة
خطة الوصول إلى المنابع بأنها خطة غير مجدية وغير عملية. رئيس أساقفة كانتبري نفسه قال إن موضوع رواندا ده أيضا غير عملي وغير مجدي ولا يعني نعم غير مقبول أخلاقيا. هذا يثير قضايا أخلاقية أيضا في هذا الموضوع. المسألة هنا ليست مسألة أعداد من اللاجئين بحيث يمكن تخفيضها على نحو أو آخر، بل تريد معالجة للمشكلة الأساسية التي يشكلها هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى جانب. هناك أيضا جانب نوفر لهم يعني ممرات آمنة ويصلون إليها بدل من اللجوء نعم إلى البحر واللجوء إلى هذه طيب، الطرق اللوريات وما إلى ذلك. من لندن المتخصص في الشؤون البريطانية الدكتور فؤاد عبد الرازق، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.